مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الصف الثالث المتوسط. وصلنا إلى lesson 9، إلى الدرس التاسع A. Listen to the two conversation. Khaled is talking to Fahd and Noor is talking to Maryam. استمع إلى المحادثات الاثنين، محادثتين عندنا. خالد يتحدث إلى فهد ونور تتحدث إلى مريم. Full in the information in the table، واملأ المعلومات اوكي بالتيبل بالحقول. اول مره خلينا نروح نقرا الملف الصوتي ونترجمه حتى نعرف احنا ليش حليناه بهاي الطريقه. الملف الصوتي امامكم. خالد is talking to فهد. خالد يتحدث talking اوكي هنا ال silent مثل لفظ to فهد الى فهد. I found you yesterday. Found بمعنى اتصلت. اوكي؟ انا اتصلت بك yesterday البارحة. In the evening في المساء. فهد where were you؟ أين كنت؟ فهد well I was in at 6. حسنا أنا كنت في السادسة. I was watching television. كنت أشاهد التلفاز. That's about when I found. Why didn't you answer? That's about بمعنى هذا حول عندما اتصلت. Why didn't you answer؟ لماذا لم تجيب؟ Maybe I didn't hear. ربما لم أسمع. Khaled, I was watching the news. خالد كنت أشاهد النيوز الأخبار. It was very interesting last night. كانت جدا interesting ممتعة الليلة الماضية. Oh I miss the news. أنا أفتقد الأخبار. It starts at 6. هي تبدأ بالسادسة. Doesn't it؟ أليس كذلك؟ Was there anything on after that؟ هل هناك أي شيء بعد ذلك؟ Yes there was a good program. نعم هناك برنامج. Good program هو برنامج جيد. The pyramids of Giza يعني اهرامات الجيزة. I think انا اعتقد. So you stayed and watched that. So يعني انت بقيت. You stayed بقيت and watched that وشاهدت ذلك. No I didn't even finish watching the news. كلا I didn't even finish watching يعني حتى بأني لم أكمل متابعة الأخبار. Jabber come round. Jabber جاء and we went to the park to meet some friends. وذهبنا للقاء to meet يعني لقاء. طبعا park يعني to the park إلى المتنزه. To meet some friends حتى نقابل بعض الأصدقاء. يعني رحنا للبارك وحتى نقابل بعض الأصدقاء. Why didn't you phone me؟ لماذا لم تتصل بي؟ I could have come too. كان بإمكاني أن أتي أيضا. هسه نجي على المحادثة. نور is talking to مريم. نور تتحدث إلى مريم. Hi مريم. I didn't see you last night. أنا لم أراك الليلة الماضية. إذا ما لحقتوا تكتبون الترجمة حاولوا توقفون شوية الفيديو حتى تلحقون وياي. Where were you؟ أين كنتي؟ Oh I wanted to stay in. كنت أريد أن أبقى في. I was tired last night. كنت tired بمعنى متعبة. Yes you were up late يعني كنت في وقت متأخر. The night before الليلة اللي قبلها doing that homework يعني الليلة اللي قبلها كنت متأخر وأفعل الواجبات يعني كنت متأخر بالليل وأفعل الواجبات. Weren't you؟ أليس كذلك؟ That's right هذا صحيح. And there was a good program on at 6:30 وكان هناك برنامج جيد. اوكي 6:30 يعني بستة وثيرتي وثلاثين دقيقة يعني بستة ونص. A documentary يعني وثائقي. اوكي البرنامج كان وثائقي.
What was that? ماذا كان ذلك? It was called كان يدعى the pyramids of Giza أهرامات الجيزة. It was very interesting كان جدا ممتع. I like programs about history أني أحب البرامج يعني البرامج about history بشأن الهستري يعني البرنامج اللي يدور موضوعه عن التاريخ. And Egypt is an amazing place ومصر Egypt مصر هي place مكان amazing يعني جميل جدا أو رائع. Did you watch the next program? هل شاهدت برنامج التالي The Man الرجل؟ No, I didn't even finish what I was watching. كلا I didn't even finish watching يعني حتى بأني لم أكمل متابعة الأخبار. Amne came around. Amne جاءت at 7 and we went to my cousin. وذهبنا إلى my cousin's house إلى بيت ابن العم أو ابن أو بنت الخالة. What about you? ماذا عنك نور؟ I was just saying أنا كنت فقط باقية I watched وأشاهد the film that came next الفيلم okay اللي came يعني اللي جاء بعده. It was called كان يدعى the man from Australia الرجل من أستراليا. Oh yes Aisha said عائشة قالت it was really good إنه كان جيدا. No I didn't like it لا لم يعجبني. It was really long كان جدا طويل. It started at 7:30 بدأ بالسبعة ونص and went on until 10:30 واستمر لحد الساعة العاشرة والنصف يعني بدأ من السبعة ونص للعشرة ونص يعني ثلاث ساعات. So what did you do? إذن ماذا فعلتي؟ Oh I finished watching أكملت مشاهدة watching it يعني أكملت مشاهدته. I didn't have anything else لم يكن لدي أي شيء آخر to do لكي أفعله. I was feeling tired كنت أشعر بالتعب last night as well كنت أشعر بالتعب الليلة الماضية. كملنا قراءة الملف الصوتي وترجمته خلنا نروح نحل التمرين. التمرين أمامكم فهد ونور ومريم أوكي تي في بروجرام هي شي واتشت إيش كانوا يتفرجون. فهد كان يتفرج the news الأخبار. نور the man from Australia الرجل من أستراليا طبعا هو كان فيلم أوكي. مريم كانت تتفرج برنامج أوكي the pyramids of Giza أهرامات الجيزة. When it start شو وقت بدأ بدأ ب 6 o'clock. نور اللي كانت تتفرج الفيلم بدأ بالسبعة ونص 7:30 ومريم 6:30 أوكي زين. Did he أو she or she finish watching it هل أكملوا مشاهدة البرنامج أو الفيلم. فهد no نور yes مريم no أوكي زين. No يعني فهد ما كمل الأخبار ونور كملت ومريم ما كملت المشاهدة. What did he or she do next? ماذا فعلوا بالتالي؟ Went to the park ذهب إلى البارك with جابر مع جابر and some friends وبعض الأصدقاء. نور nothing يعني ما سوت أي شيء. مريم went to her cousin's house ذهبت إلى بيت اوكي ابنة عمها او خالها اوكي with آمنة مع آمنة. اذا هذا هو حل التمرين. ننتقل الى B. The words in the books are all types of television programs. الكلمات الموجودة بالحقل هي كل انواع البرامج التلفزيونية. Match them to the definitions. اربطها مع
أوصلها مع التعاريف. خلينا نجي أول مرة نقرأ الكلمات ونترجمها حتى نعرف شلون نربطها مع التعاريف اللي أمامكم. quiz show بمعنى برنامج سؤال وجواب. documentary هو من الوثائق. weather الطقس. talk show برنامج للتوك يعني التحدث، نقدر نقول بين قوسين سوالف يعني سولفون بي. كوميدي هزلي. نمبر 1 it tells a funny story، يخبرنا قصص مسلية. اي من عندها طبعا الكوميدي. اوكي طبعا هذا vocabulary، هذا يعتمد على المعاني. information about sun، معلومات عن الشمس. rain الامطار. and temperature temperature درجة الحرارة هو weather الطقس. a question and answer program برنامج سؤال وجواب هو quiz show. four conversations محادثة between famous people بين أناس مشهورون هو talk show يعني برنامج للتحدث. it gives information about one subject يعطي معلومة عن موضوع واحد هو documentary الوثائقي. ننتقل إلى C. These are all words connected with sport. هذه الكلمات كلها connected مرتبطة مع sport مع رياضة. match the nouns in the books with the verbs. صل الأسماء مع الأفعال الموجودة في الحقل. يعني هنا افعال اوكي كما هو واضح امامكم، يريد من عندي اربطها مع الاسماء حتى تصير عندي جمله مفيده. اوكي زين. score goal هو يحرز الهدف. اوكي win medal ربح الميداليات. play tennis لعب كره التنس. run race مسابقه الركض. ودو جيمناستيك لعب الجيمناستيك. طبعا الجيمناستيك هو الجمباز. اوكي اذا هذا ما يعنى ب بيج 71 بصفحه 71. ننتقل الى 72. 72 عندنا ستوري تايم. اوكي راح نحل ستوري تايم لكن بعد ما نقرا القصه. اوكي راح نجي نحل هذا التمرين. ننتقل الى B. B use the words in the books to complete the sentences. استخدم الكلمات الموجوده هنا حتى to complete حتى تكمل السنتنسز الجمل. reporter بمعنى الصحفي. wheel chair كرسي ذو عجلات. اوكي weak ضعيف. wise حكيم. praised بمعنى أشادة أو مدحة. spectacles بمعنى النظارات. راح نحط هاي الكلمات أوكي ويا الفراغات الظاهرة أمامكم. طبعا أنا حلتها بس راح نقرأها ونترجم حتى تعرفون إحنا شلون اعتمدنا بوضع الكلمات بالفراغات. طبعا أكيد اعتمدنا على المعاني. Number one, a reporter writes about events for a newspaper. الصحفي أو كاتب التقارير كتب عن الأحداث. Okay, for a newspaper من أجل أو لأجل ال newspaper الجريدة. Number two, I need spectacles. أحتاج إلى نظارات to see clearly حتى أرى بوضوح. when I'm reading عندما أقرأ. شوفوا أنا شلون دا أعرف شلون أخلي الكلمات من خلال الجملة. يعني أنا هسه الكلمة نفترض spectacles يعني ما أعرفها أوكي وعندي فراغ قدامي، أجي أحط أشوف يا كلمة إنه هذا الشخص يقول أحتاج نظارات حتى أرى بوضوح. أوكي أحتاج فراغ حتى أرى بوضوح عندما أقرأ. يعني شو يحتاج نظارات. طبعا أنتم متعلمين نستخدم مصطلح glasses. أوكي لكن هنا نستخدم spectacles نفس المعنى اثنيناتهن. three
I'm too weak. أنا جدا ضعيف to carry that heavy box. حتى أحمل carry أحمل heavy box هو الصندوق الثقيل. يقول أنا ضعيف حتى أحمل هذا الصندوق الثقيل. Can you help me? هل بإمكانك أن تساعدني؟ For young people الناس young يعني الشباب should be praised عليهم أن should يعني يمدحون when they help the older generation عندما they help عندما يساعدون the older generation يعني الجيل الأكبر لازم إحنا نمدحهم للشباب أوكي لما نشوفهم يساعدون الناس الكبار بالعمر. Five if someone is unable to walk easily إذا أحد ما كان غير قادر على to walk شوف unable غير قادر to walk يعني على السير easily بسهولة they may need ربما يحتاج a wheelchair يعني كرسي أو العجلات طبعا هو دائما المقعد هو يحتاج الكرسي ذو العجلات. Six the wise man said الرجل الحكيم قال you left a lesson for every son. انت تركت درس لكل son لكل ولد. And hope for every father. وأمنية for every father لكل أب. إذا إلى هنا ينتهي درس اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. ولا تنسون اللايك والاشتراك إذا كنتم ما مشتركين بالقناة. شكرا مرة ثانية وإلى اللقاء.